الطلاب. حصة اليوم عن تكريم طالب متفوق، الطالب الصغير أحمد نصر الله. يقرأ معنا سورة الفاتحة غيبا وبإتقان. تشرف يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا أحمد نصر الله. نقول طال أحمد نصر الله. بارك الله فيك وبنى لك قصر في الجنة.